عندي ابني عبد الله علم علوم، هو خايف شوية ولان، وما كانش برضو متوقع ان الايام هتعدي بسرعة كده، فهو الوقت ازف شوية معايا، وربنا معايا ومع كل الاولاد يا رب والبنات اللي بيمتحن. عندي بنتي النهاردة ادبي ان شاء الله، تربية وطنية وتربية دينية، وربنا يوفقهم يا رب بإذن الله تعالى. ربنا معاهم يا رب، لانها تعبت فعلا السنة كلها، وربنا يوفقها يا رب. في نظام والامن كان حلو ومشدد في الدخول، بس كان ميزه، كان في حاجه ان ممنوع دخول الموبايلات، وانا شايفه ان ده صعب شويه على الولاد اللي هم جايين من غير اولياء امور. دخول اللجنه كان منظمه جدا، وكان يعني ما كانش في اي شوشره خالص، وكان بيخش بنظام. امتحان الدين كان كويس، بس ايه، كان في سؤال بس او سؤالين هم يعني محتاجين اجابتين او محتاجين تركيز اكتر شويه. لا تمام، كان في تفتيش واحنا داخلين، وما كانش كناش بندخل المدرسه نفسها بالموبايل اصلا، موبايل بره المدرسه، واللجان كانت كويسه يعني الحمد لله. امتحان تربيه وطنيه ودين، والامتحان كان زي الفل النهارده. امتحان تربيه وطنيه ودين، امتحان كان كويس يعني، من منهج كان لذيذ يعني. هو الامتحان الدين كان حلو، لكن الوطنية بصراحة صعب جدا. لا كان سهل، كان سهل الحمد لله، او يعني كان وسط. دخلنا بارقام الجلوس، كان مكتوب على كل حيطة كده مكتوب ورقة على ارقام الجلوس. دخلنا اللجنة وقعدنا، والامتحان كان حلو يعني الحمد لله. الاول كان الامتحان حسيته صعب شوية في الاول، بس بعديها بقى لذيذ يعني، حطوا شوية اسئلة صعبة وشوية اسئلة لذيذة يعني، فكان اوفرول كويس. لا مستعد بصراحه، الامتحانات دي كانت يعني لذيذه يعني، فمش موتران يعني، حاسس ان انا مستعد للامتحانات الجايه. كان حلو الحمد لله، الزين والتربيه الوطنيه كانوا حلوين.